كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن عدد المتاجر الإلكترونية التي تقدمت بطلب الحصول على ختم التجارة الإلكترونية إفادة منذ تدشينه في العام الماضي بلغ 224 طلباً. نعم، يعتبر نظام ختم التجارة الإلكترونية إفادة من الأنظمة الحديثة التي دشنتها وزارة الصناعة والتجارة، والذي يتيح منح ختم لمنصات التجارة الإلكترونية للمتاجر والأسواق بعد استيفائها لمتطلبات التسجيل، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين بتلك المنصات والدفع بالتحول الرقمي للشركات والمؤسسات التجارية، بما يصب نحو تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية. يأتي تدشين نظام إفادة ضمن أولويات خطط عامل الوزارة الرامية إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، مع التركيز على المبادرات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي للقطاع التجاري وتبني التجارة الإلكترونية.